تبارك الله في قدسيه، تبارك الله في الطباو العتيد أسطين الدويه العلامي والنشر الحلاق فوق كل النسور. نحن اليوم بفرح كبير بتطويب طباوي جديد غير عادي، خاصة حامل تاريخ شعبه. 400 سنة من العذاب تجسدوا بتاريخ الدويه، 400 سنة من العهد العثماني تجسد هذا التاريخ، خاصة أنه الكاتب الوحيد والمؤرخ الوحيد في هذا العصر هو كان البطرك الدويه. انتخابه بطرك كان 1670، عاش 34 سنة في وادي النوبين، ولكن ما بقي بوادي النوبين بسبب الاضطهاد، طلع خارج الوادي بسبب الاضطهاد 9 مرات. والطلعة القاسية كانت عليه يوم المستلم العثماني في طرابلس، طلب بواسطة ناس اجوا مسلحين على البطيارك، على غرفة البطيارك، وشبقوه بالكف وقالوا له بدك تدفع الضريبة. وكلنا بنعرف انه كتب هو لابو نوفل الخازن بكسروان، كان انصل فرنسا، وابو نوفل الخازن اتى في اليوم التالي حتى يرافق البطرك الدويهي من وادي النوبين الى دير مارشاليطا المقبس في غسطى. كذلك اليوم التالي عرف عيسى حمادي انه البطرك انأذى كثير، واجا طلب منه الغفران وركع قدامه بس له اجره. قال له البطرك: انا صاحب غفران، انا نحن نغفر، ولكن هيدي كرامة شعبي ما بتسمح لي ابقى بوادي النوبين. وهيك اجا على كسروان وعمل من دير مارشاليطا مقبس وسطى بطياركيته، واغلب مؤلفاته والمخطوطات كانت في هذا الدير، وكان مركز الهام لكتاباته هذا الدير.